اللي هو الحد الأدنى أو الحد الأعلى، تمام، لمثلا التعامل مع البيانات أو الخدمات. This is called capacity analysis. You have here the diagram showing. Here you have continuous monitoring. Here you have threshold SLA target overutilization. معك هنا حد مثلا تصل ل مثلا تقديم الخدمة معالجة بيانات يكون أقل من الـ SLA target. تمام؟ بعدين مع اوفر يوتيليزيشن اللي هو زائد عن الحد. So continuous monitoring يتم المتابعة بشكل مستمر. Take corrective action before the SLA has been breached. قبل ما يتم اختراق او نقض مستوى الخدمة تقوم بعمل تصحيحي. Okay. القيام بعمل تصحيحي قبل البريتش. طبعا لاحظ هنا لو زاد لهنا بيكون في ايش؟ بريتش، ما فيش يعني اوفر means the service level agreement target was exceeded. تمام؟ تم تعديل. So example issues for analysis. الان معانا امثله للتحليل، قضايا يعني كأمثلة هنا أو مواضيع كأمثلة للتحليل، يمكن تحليلها. Contention data file memory processor. Contention هذا تم بمعنى التعارض، تمام؟ تعارض يعني ما فيش agreement، ما فيش اتفاق. مثلا معك الداتا مع الفايل مع البيانات الملف الذاكرة البروسيسور. اوكي. Then inappropriate distribution of workload across available resource. التوزيع الغير ملائم للحمولة يعني هنا عبء العمل، تمام، عبر أو على المورد المتاح. معك مورد متاح توزع له عبء غير ملائم. اوكي. Inappropriate looking strategy. بالضبط، استراتيجية الإغلاق الغير ملائمة أو الغير مناسبة. Inefficiencies in the application design. عملية التصميم والتطبيق فيها inefficiencies، يعني فيها انعدام للكفاءة. طبعا inefficiencies على طول معناته انه ايش؟ there is waste of time of money of cost. Okay. Unexpected increase in transaction rates. ارتفاع في معدل العمليات بشكل غير متوقع. Okay. او الارتفاعات المتوقعة في العمليات. Inefficient use of memory. الاستخدام الغير فاعل للذاكرة. اوكي. كيف تستخدم الذاكرة بشكل غير فاعل؟ تحمل برامج لازم على الجهاز. انا لازم او معلش لازم يعني معلش لازم يعني تشغل مساحة. تمام. Then capacity tuning. We'll stop here for break, then come back to finish this. Huh? اللي بعدين. خلاص، we'll stop here. Capacity tuning and come after the break. أنت ايش تشتي؟ كملين. نخرج مرة واحدة يعني؟ نصلي. لا، نحن نصلي هذا احنا. صليت ربنا ما يعيش العقل. هذه كاميرا. سلام عليكم. الله يسلمك. بالاسلام ولا الله.